المهم هاي الناس يناظرونا، قلت هذول معجبين، قلت لهم مستغربين شوي بفرنسا بشارع المهم طلع عم جالسين. يوم خلنا لك الفرنسية عجوز طويلة شعرها ابيض الا ما عليها تليب يا رجال بحياتي ما اعرف هلكم شايف كله كبر البسة وصل ودياتها طويل ورجيلاتها ورابطتها بسلسلة ذهبية وماسكتها بيدها سلسلة وجري وعندنا خبر شمش حركاتها سريعة دوبها أكبر من الفايل. قال عاد الشراري تخبر باللغة حقتهم. قال أبو خالد قلت نعم. قال أقسمت بالله يا أبو خالد إني صاد أقول هديه وشدها بهذا لا عاد ما به أشوف هديه يقول هديه لا هو لا أحد لها الصيدة لا وفاكر لا حجلا الصيد لا وفاكر من الحرامي هل ودهبي قلت أنا وأنا نلقف هنا قلت أصبر أوريك فيه خليني يصد تسيب شمش متخبر عندنا هو يصد هنا وأنا على الكرسي وأنا أنزل وأنا جي عند ابنه قلت هرب انجل وقام زنقز على رجله تعبش هذا صار هنا فخته قلبه رافع نديناته وعينه هنا ينفسه هنا وتنفلت علينا بالفرنس تعرف الفرنسيات صوتها تقول ميكروفون دي صوت شبل ولا لا انا اقول لها يا مسوري دي قول الاعلام والسيد المواصل والله ناظروا لها الجهه الودره هذول ابو بنطلون هذول حق حمل البنطلون عليك وشو؟ ابو بطاط هذا حق الحمل عقب علمونا ولا ما ندري هاي من طول العمر وشويه العالم تجمعت وهذه صوتها منها في صوت زعلانه والكليب انفسه هنا قال هاج علي منين جاني؟ فخت قلبه المهم طول العمر لو جيت واحد تونسي مدري ليبي يعرف فرنسي قال مرحبا قلنا قال الاخوان من وين؟ قلنا ليش؟ قال هذه تبغى توديكم في داهيه كنا والله تكفى ابن حلال بزاف حنا والله من السعودية ومن أقصى شمال السعودية قال لي لحظة وهو يدخل لك أنا في شغوش يقول له احنا ايش يقول؟